أهلي اتحاد، اتحاد أهلي يعني شغلة كبيرة، العرب كلها بيتابعوا. دكتور أنت الاتحادي وكنت مدير كرة بنادي الاتحاد، خلينا أبدأ من الكلمة اللي أنت قلتها، أهلا بالتاريخ، أهلا بالجمالية بالروعة، خصوصا في افتتاح الملعب اليوم. أعتقد الكثير اليوم بيقول أنه الاتحاد هو الأقرب للفوز، ولكن هذا شيء غير مطمئن، لأنه شفنا الاتحاد فاز على النصر، كان في هدوء واسترخاء قليل من اللاعبين، التعاون يمكن كانت كده يعني تنبيه للاعبين وللمدرب. أعتقد حيغير كثير من الأمور اليوم في مباراة الغد. لازم يغير. حيغير بس إنه أكثر انضباطية، أداء أقوى، لأنه الاتحاد اليوم يملك فريق مثالي. يعني ما شاء الله تبارك الله اليوم متكامل، العناصر كلها موجودة، إذن هي فرصة. مجرد إنه يوسف نايكيدي هو حيكون الإضافة أيضا المميزة اليوم للهجوم، إذن أنت ماذا تنتظر؟ أبو سلطان. طبعا ابو كرم، يعني الكل ينتظر هذا الديربي، ديربي المنطقه الغربيه او ديربي جده. على الورق الاتحاد هو الافضل، استقرار، عناصر، اجهزه فنيه، اداريه، كل شيء في الاتحاد. لكن زي ما قال الكابتن محمد عبد الجواد، الديربيات هذه ما لها امان، قد يعود الاهلي من بوابه الاتحاد، قد تكون الاهلي يسويها، لأنه أحياناً الديربي فيه حماس وفيه إصرار عند بعض اللاعبين يختلف عن المباريات الأخرى. فأنا أعتقد بأننا موعدين مع مباراة أرشح فيها الاتحاد، ولكن الله أعلم وش بيصير. وأنت ترشح مين؟ رشح الاتحاد بكل تأكيد للميول، ولكن في اعتقادي إذا الكل قال والله أن الاتحاد راح يفوز، ستكون عودة الأهلي من هذه المباراة. أوف. لا دكتور، عفواً يا دكتور، ما نبغى ترشح للميول، نبغى ترشح عطفا على المعطيات. المعطيات الاتحاد، لكن زي ما تفضلتوا موضوع الديربي انه مختلف كليا، وهذا الملعب تحديدا. يعني حتى انا اتذكر ذكريات جدا جميله، يعني في مباراه 1-0 الاتحاد والاهلي، عندما كان الشباب التنافس بين الشباب والاهلي وفاز الاتحاد 1-0. فالاتحاديين يتفاؤلوا بهذا الملعب، وحتى الاهلاويين ايضا يتفاؤلوا بهذا الملعب، فحتكون مباراه جميله للغد.